المهم حتى نسمي الأمور بمسمياتها، الرابطة هذه رابطة الجمعيات، يعني قبل ما تكون لها هذه التسمية كان عندنا أول نشاط تنسيقي وتضامني مع سوق الجملة للخضر والفواكه، بحكم أننا كنت أنا وزميل يعني في لقاء يعني مشروع خيري خارج نطاق العمل الجمعوي، إذ بالسيد المدير يقترح علينا يعني فكرة تعقيم سوق الجملة للخضر والفواكه، ومن خلاله توعية التجار وتوزيع الكمامات إلى آخره. الحمد لله بدأت مبادرة فردية، يعني درنا إعلان عن طريق التواصل الاجتماعي فيما يخص التنسيق مع الجمعيات من أجل تعقيم هذا المركز، والحمد لله لبوا النداء وكانوا يعني حاضرين بقوة. لماذا حضروا بقوة؟ لأن سوق الجملة للخضر والفواكه كان يتعامل مع الجمعيات طوال السنة فيما يخص الأعمال الخيرية، خصوصا في شهر رمضان إلى آخره، مطاعم الرحمة، يعني تزويج الناس إلى آخره. الحمد لله حضروا الجمعيات بكثافة وبقوة. لما لاحظنا ذاك الحضور وذاك التنسيق وكل جمعية بالبدلة تاعها، كل جمعية بالأدوات تاعها يعني الإمكانيات تاعها، قمنا بحملة واسعة للسوق الجملة بالتعقيم، وعينا التجار يعني دائما في إطار مجابهة فيروس كورونا. جدا بدعوتكم لنا ومرحبا بكم في المقر المتواضع للرابطة رابطة الجمعية الفاعلة بسهران. أولا من هذا المنبر نحييكم تحية إكرام وإجلال لقناة الأنيس لأنها ضيفة شرف عندنا اليوم، وسنتكلم على ربما على الرابطة وفكرة تأسيس الرابطة. الرابطة أول شيء هي إضافة نوعية لساكن سوية سهران، بطبيعة الحال ستكون شركة اجتماعية وشريك أساسي لجميع المديريات وكل الإدارات في سهران. بطبيعة الحال تحمل في طياتها الكثير والكثير من الجمعيات الفاعلة، سميت فاعلة لأنها فاعلة حقيقة فاعلة، ومرحبا دائما بالجميع، ومرحبا حتى اللي مازال ما جاو معنا. نقولهم نضرب لكم موعدا انه الاعمال الجديده اللي تقدمها الرابطه على ارض الميدان خير دليل على قوتها وهيبتها. الفكره ربما كانت مجرد خيال كان يطمح اليه السيد ميد مصابيح رئيس الرابطه باتفاق الشركاء الاجتماعيين وشركائنا من الجمعيات، مجرد فكرة إلى تحقيقها وتجسيدها على أرضية الميدان. فكرنا علاش ما تكونش كاينة رابطة تعطي صورة حسنة لساكن سوية سهران، لأنه المشكل والإشكال في سوية سهران أنه دائما أنه هناك جمعيات لكن المواطن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعيد جدا أنا بهذه الالتفاتة من قناة الأنيس، مشكورون أنتم. احنا كجمعيه ثقافيه اولا شفنا النداء كان من طرف السيد رئيس الجمعيه الثقافيه الجمعيه الاجتماعيه شباب الاخلاص في العمل، كان اول نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعمليه تعقيم سوق الجمله للخضر والفواكه. لبت النداء الكثير من الجمعيات اللي كانت هي متنوعه، جمعيه اجتماعيه ثقافيه دينيه حتى كل الجمعيات بمختلف انواعها. شفنا باللي كان العمل يعني كان العمل دار بصمه تاعه، يعني عمل تاع مجموعه من الجمعيات سواء يكونوا 20 او 30 جمعيه، ليس كعمل جمعيه او اثنين. يعني لما يكون الجمعيات اليد في اليد يعني العمل يكون عندها الوزن تاعه، يعني الاتحاد قوه، في الاتحاد قوه. هذا هو من هذا الباب احنا جاتنا فكره، درنا عدة مشاريع كما ذكر السيد رئيس الرابطة، درنا عدة نشاطات متنوعة، بعد جاتنا فكرة تأسيس هذه الرابطة في الميدان وبصفة رسمية.